صباح الخير يا حلوين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه النهارده؟ بقول لكم صباح الخير علشان الساعه دلوقتي 8:30 الصبح. انا صاحيه النهارده نشيطه وكل طاقه، وعايزه اعديكم بالطاقه اللي عندي دي دلوقتي قبل ما نبتدي الفيديو. انا بقيت احس ليتلي ان اي فيديو بعمل فيه ميك اب ببقى دايما طاقتي حلوه جدا في الفيديو، فده اللي احنا هنعمله النهارده. هنجرب مع بعض اشهر منتجات ميك اب على تيك توك، طلبتوها مني على الانستغرام. واحد من الاسئله اللي انا سالتها لكم من فتره، وكتير جدا منكم قالوا لي رير بيوتي. يا جماعه رير بيوتي كانت نمبر 1 هي وكيكو، منتجات كمان من ميبلين ومن ديور وحاجات تانية كتير، فهيبقى في ميكس هاي اند دراج ستور كمان. بس قبل ما نبتدي كالعاده هنرد على تعليقين من التعليقات اللي جت على الفيديو اللي فات. اكتر تعليق اتبسطت لما شفته النهارده كان من دعاء، مبسوطه جدا ان انا شفت تعليقك ورديت عليه. والتعليق التاني ده كان من بنت لطيفه جدا، احب اقولها انا كمان بحبك جدا جدا وشكرا على تعليقك الجميل. لو عايزين ارد على اسئلتكم انتوا كمان سيبوها لنا تحت الفيديو. اوكي، مبدئيا انا غاسله وشي، حاطه كريم مرطب خفيف. كتير جدا من الناس قالوا لي بسمه بليز جربي الفيتمي فاونديشن الجديد، نزلوا دلوقتي النوع ده اسمه فريش تنت، فيه اس بي اف 50، يعني فيه معامل حمايه من الشمس عالي جدا، المفروض ان هو كمان فيه فيتامين سي. سو انا جبت اللون ده اللي هو نمبر 05، هاخد فرشه فاونديشن وهوزعه الاول. انا زي ما انتم شايفين في احمرار النهارده في بشرتي، الله ساعة قوي على البشره وريفرشنج بصراحه. بصوا دايما جبهتي اغمق بكتير جدا من لون جسمي، لان انا مقصره جدا في استعمال السان بلوك، فاستعملوا سان بلوك يا جماعه. هحط كمان شويه تحت العين. واو، مبدئيا حاسه ان الكفرج بتاعته عاليه قوي، ما توقعتش كده خالص. دمدومي مبسوط، دمدومي عيان النهارده يا جماعه. التغطية بتاعته تعتبر متوسطة لفول كفرج، يعني اعلى بكتير جدا من ما انا توقعت. بس مش عارفة ليه حاسة ان الاندرتون فيه حاجة غلط، حاسة ان هو قالب على جراي شوية، مش عارفة اذا انا بتخيل. المهم انا هحط منه طبقة كمان علشان اشوف لو بيتبني بطريقة حلوة ولا لا. الكفرج بتاعته مش بيلدبل قوي، لما حطيت لاير تانية حسيت ان هو ابتدى يتحرك من المنطقة دي، فيفضل ان انتوا تحطوا طبقة واحدة منه بس. بالنسبة للناس اللي عندها شوية حبوب او تصبغات، اي ثينك ان هو هيكون ممتاز، يعني زي ما انتوا شايفين خفى كتير جدا من العيوب الموجودة في بشرتي، يعني حتى الاندر ايز تحسوها بقت انعم كتير، ممكن فعلا ما كنتش محتاجة حتى كونسيلر. لطيف جدا جدا، واي ثينك هيناسب ناس كتير قوي، في اي ثينك الوان منه كتير. دلوقتي وقت الباودر، واكيد هنستعمل الهدى بيوتي باودر. عارفه ان الترند قديم شويه، بس ده اكتر باودر تقريبا انا بشوفه على السوشيال ميديا، هو وشارلوت تيلبري. بس زي ما انتم عارفين انا عملت اوريدي فيديو كامل عن منتجات شارلوت تيلبري كلها، هسيب لكم اللينك بتاعه في اخر الفيديو ده، لازم تتفرجوا عليه لو عايزين تشتروا اي حاجه من شارلوت تيلبري. اللون ده اسمه باوند كيك ايزي بيك. الباودر دي عندي بصراحه من زمان، مشكلتها الوحيده بس ان الجزء ده المفروض ان هو بيحمي الباودر من ان هي تتحرك، مش سهل خالص ان انتوا تفتحوه. لو ايدي فيها كريم او فيها اي حاجه سليبري كده مش هعرف افتحه، وهحتاج حد بجد يجي يفتحه لي. بحب ان انا استعمل معاها فرشه تبقى دومد كده. شايفين الفرق يا جماعه؟ انا من الناس اللي عندي الخط ده اللي تحت العين، فالباودر دي بالنسبه لي بجد بتخفيها تماما. المشكله الوحيده ان هي ناشفه شويه الباودر دي بصراحه، شارلوت تيلبري انعم وبتري اكتر بكتير. الناحيه الثانيه بقى هستعمل كميه اكبر شويه علشان اشوف الفرق. بتنور تحت العين جدا بصراحه، جميله جدا جدا لو عايزين حاجه بجد برايتنينج وماتيفاين كويس قوي. انا حطيت الباودر قبل ما احط الليكويد بلاشر. او ماي جاد. اوكي، اكتر منتج اتطلب مني او اكتر براند عموما كانت رير بيوتي يا جماعه، وانا رحت كام 3 مولات والله اليوم اللي انا نزلت اشتري فيه الحاجات دي، كل حاجه اوت اوف ستوك من رير بيوتي ما شاء الله. في اماكن انا رحت حرفيا لقيت الستاند ما فيهوش ولا ايتم ولا ايتم، كل حاجه متشاله. رير بيوتي بجد عاملين قلق الفتره دي، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه انا حابه ان انا اجرب البلاشر ده. اسمه سوفت بنش ديوي ليكويد بلاش، يعني فيه لمعه شويه. انا فاكره من زمان ادوني تستر ليكويد بلاش ده، بس كان لون غامق وما حبيتهوش ابدا. كان هو ده اللون اللي ادهولي، كان اسمه بليف. اللي افتكره ان ما عجبنيش فيه ان هو من كتر ما كان بيجمنتد جدا كان بيلحوس الدنيا، فانا جبت اللون ده اللي هو افتح شويه. انا بحب الالوان الفاتحه في البلاشرز، ما بحبش ابدا الموفز والالوان الغامقه. هنجرب اللون ده اللي اسمه هوب. اوه
او ماي جودنس اندمج بسهوله جدا بالرغم من اني حاطه باودر. ما توقعتش ده خالص. انا حطيت كميه كبيره حسيت. هنحط شويه على مناخيرنا. واو يا جماعه خطير. اللون حلو جدا اللي هو بينك بس مطفي شويه، والبلندبيليتي خزعبليه وما فيهوش اي جليتر، هو مات بس فيه زي دوينس كده، بيدي البشره شكل مترطب كده من غير اي جليتر. عايزه اجرب ده على الناحيه الثانيه عشان اشوف انا ليه كنت بكرهه. هو نشف شويه لانه قديم بصراحه، مش ليكويد قوي زي التاني. مش حاسه ان هو بيندمج بسهوله قوي زي التاني، بس برضو كويس. زي ما انتم شايفين كميه صغيره جدا منه بتروح في كل مكان، فبحس ان هو شويه التحكم فيه صعب لو حطيته كميه كبيره. انا ده عاجبني اكتر لان حاسه ان هو بيلمع اكتر على البشره، مديني شكل جلوي اكتر. انا طبعا حاطه دلوقتي كميه كبيره جدا، اكيد مش هخرج كده، بس علشان اوريكم الالوان. انا مبسوطه ان انا جبت اللون ده اللي اسمه هوب ده. بالنسبه لي اللون اللي انا اكيد هستعمله تاني. حلو قوي قوي، والباكجينج بتاعه كيوت جدا وشكله حلو. لو عايزين تجيبوه اكيد تو طبعا، بس انتوا حظكم لو لقيتوا منه ستوك ولا لا. بما اننا لسه بنتكلم عن البلاشرز، فخلونا نجرب البلاشرز بتاعه كيكو دي بلاشرز باودر. هشيل اول حاجه البلاشر الناحيه دي علشان نحط الباودر بلاشر فوق. بحس ان هو كلكع شويه لاني حطيته على الفاونديشن على طول من غير ما احط باودر. من كتر ما اتعودنا ان احنا نستعمل كريم بلاش الفتره دي، نسينا ازاي بنستعمل الباودر بلاش. اللون مش وحش خالص. لو انتم من الناس اللي بتحب الباودر بلاشز، فعموما كيكو عندهم حاجات لطيفه والوان حلوه قوي. انا بصراحه بفضل الكريم بلاشز اكتر بكتير جدا من الباودر. بحس ان هي شكلها بيبقى احلى على البشره ودمجها اسهل. وبمناسبه البلاشرز الباودر، على فكره ريفلون عندهم البلاشر ده اللي هو يعتبر دوب للبينك بلاش بتاع ديور. البلاشر ده خرافي يا جماعة من ريفلون، زي ما بقول لكم رقمه 014، اسمه تيكلد بينك. حلو جدا 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 لو بتحبوا البلاشرز الفقعه اللي لونها بينك. ده الباودر بلاش الوحيد اللي انا بستعمله بصراحه، وسعره رخيص موجود في كل حته. كنت جايباه من تطبيق 6 ستريت. انا عندي كمان كود خصم مع تطبيق 6 ستريت لو عايزين تشتروا اي ميك اب، اي لبس، اي شوزات، اي شنط، اي حاجه من المول. يا جماعه بطلوا تشتروا من المول واشتروا اللي انتوا عايزينه من تطبيق 6 ستريت، لان الاسعار في المولات اغلى بكتير جدا من الاونلاين. دوروا على اي حاجه انتوا عايزينها على تطبيق 6 ستريت الاول، واستعملوا كود الخصم اللي هو بسمه BASMA، هيديكم خصم كبير جدا على كل الحاجات اللي ممكن تجيبوها. لو عايزين ترجعوا لكود الخصم بتاع 6 ستريت هتلاقوه موجود في الديسكربشن بوكس بتاعت كل الفيديوهات بتاعتي تقريبا. فنتي بيوتي طلب مني حاجات كتير من عندهم، معظمهم ليبستكس لان هي منزله فيلفت ليبستكس خطيرين هوريهم لكم في الاخر. بس الهايلايترز بتاعتهم جايه من كوكب تاني. مفيش حد من وجهه نظري بيعمل هايلايترز زي فنتي بيوتي. سو انا جبت اتنين من عندها، واحد اسمه دايموند بومب، ده عباره عن زي لوس جليتر كده ابيض. واحد تاني اسمه كيلووات واتبرات رقم 5، انا بحب استعملهم جدا كاي شادوز. انا مش عارفه ازاي الكاميرا ظلمهم قوي كده، خلوني اشغل فلاش. زي ما انتم شايفين اللمعه بتاعتهم مش ناتشرال خالص، للمناسبات اكتر اكيد والسهرات بالليل والافراح وكده، مع ان بسمع احيانا بتحطوا الصبح. اوكي، واحد كمان من البرودكتس اللي طلبت مني كتير جدا هي الديور باكستيج هايلايتر. كل حاجه من ديور باكستيج تعتبر ترندنج جدا الفتره دي، وبالذات بالذات البلاشر البينك الصغير بتاعهم اللي انا دورت عليه حرفيا في دبي كلها مش لاقياه. فاللي كان ان ستوك كان الهايلايتر ده. الهايلايتر ده يعتبر يومي اكتر، صباحي اكتر. جربته قبل كده بصراحه كذا مره، وجربته على الانستجرام كمان وريتكم اول ما جبته على طول. انا عاده بستعمل اللون اللي فوق ده اللي هو شامبين كده، ده اكتر لون بحس ان هو حلو. حطه كده هنا على ماي فورهيد علشان اوريكم قد ايه هو لمعته ممتازه، ناتشرال جدا جدا، كان بجد بشرتكم هي اللي فيها هيلثي جلو. انا حطيت كتير بس علشان اوريكم ازاي مهما كترتوا عمره ما هيبان جليتري او اوفر زي ده. يعني ده مثلا الفنتي، بصوا الفنتي باين قوي وواضح، بس ده فاين اكتر، عامل زي كانكم حاطين كريم مرطب على البشره. منتج كويس بصراحه، بس اي ثينك مقارنه بسعره ممكن تلاقوا حاجات تانية كتير نفس الافكت ده وسعرها ارخص كتير. لو عندكم suggestions لهايلايترز تانية affordable ممكن لقيها اونلاين، ياريت تكتبوها لنا تحت علشان الكل يستفيد.
اوكي ننتقل بعد دلوقتي للمسكرة. بالنسبة للمسكرة في ناس كتير جدا طلبت مني الفنتي مسكرة وطلبت مني الميبلين كمان مسكرة اللي هي سكاي هاي، المفروض ان هي بتفرق الرموش وبتطولهم جدا. وجبت كمان الفنتي بيوتي مسكرة اللي معظمكم سألني عليها اللي هي اسمها هيلا ثيك، دي كمان الفترة الاخيرة ناس كتير بتتكلم على قد ايه هي بتتقل الرموش جدا. سو اول حاجة هنستعمل الميبلين على العين الشمال، الواند بتاعها فليكسبل قوي يا جماعة، بيتحرك بسهولة قوي، ريحتها بيور حلبة حلبة حلبة، عارفين ريحة الحلبة بالظبط، حلبة كأنها كوباية حلبة. واو ممتازة جدا في السيطرة على الرموش بصراحة، فرقت الرموش كويس جدا، ما وسختليش خالص تحت عينيا، ودي حاجه نادره جدا يا جماعه، انا حباها جدا جدا وحاسه ان هي ممتازه. 4 من 5 بسبب ريحه الحلبه القويه دي. خلينا على الناحيه الثانيه بقى نجرب هيلا ثيك. بتبين الرموش اكتر بكتير جدا من الناحيه الثانيه، يعني الرموش اللي هنا باينه قوي، الفورمولا بتاعتها ليكويد قوي مش واكسي خالص خالص زي التانية، بس بهدلت تحت عيني زي ما انتم شايفين. هستنى بس لحد ما ينشف بعد كده هشيله بكيوتب، بس صراحة حابة شكل العين دي اكتر بكتير من الناحية التانية. الاتنين ممتازين بصراحة من وجهة نظري، انا مش ادرحكم كويس طبعا بسبب الرموش، بس دي ناشفة قوي. لو انتم من الناس اللي بتحبوا المسكرة لما تقرب تخلص هتحبوا دي اكتر من دي، مش عارفة ليه مايلة اكتر لفانتي لان حاسة ان شكل العين دي احلى، بس هي فانتي خطيرة بصراحة، والواند بتاعها مش بيطلع كمية مسكرة كبيرة لما تفتحوها، يعني بصوا هي لسه جديدة بس ما فيهاش كلومبس كبيرة قوي مقارنة بان هي اول مرة تتفتح. وصلنا لمرحلة دلوقتي الشفايف، طبعا اكيد كلكم عارفين ان انا هجرب الليب اويلز بتاعة رير بيوتي اللي اوت اوف ستوك في كل مكان في العالم. لحقت اخر لون كان موجود في مول اوف ذا اميريتس اسمه افكشن، ده تنتد ليب اويل، الفكرة ان هو بيرطب الشفايف جدا وبيسيب تنت كده على الشفايف خفيف بعد ما تحطوه. زي ما انتم شايفين اللون غامق جدا، يعتبر لون شتوي قوي مستحيل احطه في الايام العاديه، بس ملمس البرودكت على الشفايف مش عارفه اوصفه، كانه مات ليبستيك كريمي قوي قوي واويلي كده وسليبري ومريح مريح جدا جدا، في شويه تينجلينج سنسيشن اللي هو الاحساس بتاع النعناع ده على الشفايف. اللون بالنسبه لي هديله 1.5 من 5 لان انا عاده ما بحطش الالوان الغامقه قوي دي، بس مش عارفه اذا شايفين شويه بيقطع على الشفايف، يعني تحسوا الاطراف اغمق من اللون اللي على الشفايف جوه، ودي حاجه مش لطيفه قوي. وكمان الاحساس المنتي على الشفايف ده انا مش حباه قوي بصراحه، لونه احلى بكتير جدا لما شلته من على الشفايف، متوزع بطريقه ناعمه جدا على الشفايف، مش قاعد في الخطوط وناعم وشكله حلو قوي، لطيف جدا كليب تنت ان انتوا تمسحوه بعد ما تحطوه اللون ده بالذات. ما اعتقدش ان انا هروح ادور على الوان تانية منه لان بالنسبه لي اتس جست ليب تنت، يعني مش عايزه اظلمه بصراحه لاني جايبه لون غامق، بس هو ملمسه على الشفايف حلو جدا، فلو انتوا سيفورا جربوه الاول قبل ما تاخدوه، انا هديله 3 بس من 5. كنت متوقعه حاجه يعني مدهشه اكتر من كده بصراحه، اتصدمت شويه منه. دلوقتي بقى هنجرب الارواج بتاعت فانتي اللي مكسره التيك توك حرفيا. انا جبت هنا الاحمر اكيد اللي هو اسمه ذا ام في بي، جبت لون تاني داستي روز كده اسمه سويت هارت اي ثينك. هنبتدي اول حاجه بالاحمر لان الفيديوهات اللي انا شفتها ليه صراحه رائعه. بجد حتى مش محتاجة والله ارجعه ولا مرة الازازة، ناعم جدا جدا على الشفايف، اوبيك بطريقة مرعبة. سبرايزنجلي بقى جدا الحاجة اللي بجد ما كنتش متوقعها خالص انه سهل قوي في الرسم على الشفايف لانه مش ليكويد، فمش بيسيح في الخطوط ويطلع بره حدود الشفايف، بس انا متاكده انه هيبقى ترانسفير ماس. فاكرين البرودكت ده من فينتي بيوتي يا جماعه؟ برده كان مشهور جدا عندها زمان، افتح شويه من اللي موجود دلوقتي، بس كان خطير في ساعتها من 6 أو 7 سنين، كنت بحبه جدا جدا ولازلت بحبه بصراحه، بس المشكله بتاعته بقى اللي مخلياني ما بستعملهوش، انا كنت بعد ساعتين بلاقيه حرفيا على وشي كله من كتر ما هو بيتحرك، لو شعره بس من شعري جت كده على شفايفي هتحركه وهتبهدل الدنيا. ده انا حاسه ان هو هيعمل نفس المشكله لانه مش ثابت، زي ما انتم شايفين ايدي لحوست، بس لو
عايزين لون يبقى كأنه أنا ملونة شفايفي مثلا بالكمبيوتر، يعني مش طبيعي على الأرض الواقع. خطير خطير، يعني ما شفتش أحلى من الأحمر ده في حياتي كلها بجد. بالنسبة للون والأبليكيشن طبعا 10 من 10 طبعا طبعا من غير أي تفكير، بس الثبات طبعا محتاج حد يكون بجد واخد باله من نفسه، ما يلمسش حاجة، شعرك بعيد عن وشك، إيدك ما تلمسش بشرتك خالص خالص، لأنه بجد يعني هتعملي كده بصي يعني خلاص. أنا كنت دايما برجع من بره بلاقي نفسي كده ملحوسة، مبقاش عارفة أنا أصلا إمتى مسكت وشي ولا إمتى لمست شفايفي أساسا. هو فقط للعرض كده. هنجرب بقى اللون التاني اللي احنا جبناه ده، خطير اللون رائع. محتاج بس ليب لاينر يبقى حواليه كده اغمق شويه لو انتوا بشرتكم زي لون بشرتي او اغمق شويه، بس يا جماعه مريح مريح على شفايف جدا، تحس ان هو طري وناعم. بس نفس المشكله مش ترانسفير بروف خالص، فهديله بصراحه 4 من 5. اوكي، واحد من البرودكتس اللي موجوده كتير جدا على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت هو الليب بلامبر ده من سيفورا كولكشن. في منه كذا لون، انا جبت اللون ده اللي فيه شويه جليتر، المفروض ان هو ليب بلامبر فبيكبر شفايف جدا. لونه كجلوس بصراحه خطير، يعني اوريدي حلو قوي، واوريدي ابتديت احس اهو بالتينجلينج سنسيشن. سو هنستنى عليه شويه كده ونشوف الايفكت بتاعه. احنا بقالنا دلوقتي تقريبا 2 دقيقة حاطين الليب بلامبر ده، هو اوريدي بيحرق يا جماعه، بالذات لو شفايفكم شويه ناشفه. انا عاده ما بحبش اي نوع ليب بلامبرز خالص بصراحه من اللي بيكبروا الشفايف فعليا دول، لان كده كده الايفكت بتاعهم مش بيلاست اكتر من ساعه ماكسيمم، بحس ان هما بينشفوا الشفايف على المدى الطويل قوي. بس لو عايزين حاجه كده سريعه للتصوير او حاجه زي كده ده يعتبر كويس، مش بيحرق بجنون زي براندز ثانيه جربتها. بما ان شفايفنا دلوقتي واخده لون كده، خلونا نجرب مع بعض اكتر حاجة انا بحبها بصراحة للشفايف كجلوس، وهو الديور جلوسز يا جماعة. دول اسمهم الديور ادكت ليب ماكسمايزرز، هما مش بيعملوا بلومبنج للشفايف بس بيدوا لمعة للشفايف كده بطريقة 3D تبين الشفايف كأنها اكبر من شكلها الطبيعي. في عندهم الوان تانية كتير بس انا اخترت اللون اللي هو الكلير ده، ده من احلى الليب جلوسز، لان زي ما انتم شايفين ازاي فعلا حساسكم ان الشفايف كبيرة، في زي هيو كده بيربل خفيف، واللمعة بتاعته جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده، فيها اندرتون بيربل هاتو، اكيد اكيد ممتاز. سعره يعتبر غالي شوية، فهوريكم حاجة تانية برضو بحبها قوي، الكيكو جلوسز يا جماعة. الكلير جلوس ده من احلى الجلوسز اللي بتكبر شكل الشفايف كده، فلو عايزين حاجة بديلة لده انصحكم جدا بكيكو. الناحية التانية دي انا عادة ما بستعملهاش قوي، اللي هي الفيلفت مات ليبستيك، بس بتستنوا لحد ما تنشف كده وبعدين بتحطوا فوقها الكلير جلوس. الحاجه الوحيده اللي بتضايقني فيها بقى ان الابليكيتر بتاعتها شكلها كده تقطع الجلوس كده ومش بتطلع كميه كفايه، فدايما بحطه على ظهر ايدي الاول، بحط كميه كبيره يعني مضطر ان انا ارجعه الازازه مرتين ثلاثه لحد ما اطلع الكميه اللي انا عايزاها، بعد كده احطها بصوابعي على الشفايف. لو ده لو حطيته منه كميه كتير على نص الشفايف هيعمل المطه بتاعه الجلوس دي اللي شكلها مش حلو، فدايما حطوه بس على الاطراف. بس كيكو ليب جلوسز هديهم 5 من 5 بصراحة، بحبهم جدا جدا. اخر حاجة بقى هنجربها هي من ميبيلين اللي هو الليكويد فينيل. مين فاضل على السوشيال ميديا ما عملش فيديو على البرودكت ده، كل الناس تتكلم عليه. الفكرة فيه ان هو جلوس ثابت جدا، انا مش عارفة ازاي. انا جبت اللون ده اللي هو اسمه 35 تشيكي، اللون حلو قوي وريحته جميلة جدا جدا، مش فانيليا، حاجة فروتي، ريحته حلوة قوي. واو اللون رهيب يا جماعة، اوبيك قوي ومش بيبين فين حدود الشفايف الطبيعية من كتر ما هو تقيل، فمبين شفايفي اكبر بكتير جدا من الواقع، شوية بيلزق. انا كنت فاكرة ان هو هيطلع جلوسي وهو مش جلوسي اصلا ولا ايه، انا فهمت الموضوع غلط. ثواني كده، اوه انا كان المفروض اركه الاول، ما عنديش اي حاجه زيه اطلاقا، حاسه ان انا هنزل اجيب كل الالوان بجد. هديله 5 من 5 اكيد، حتى لو مش ثابت اي دونت كير، اللون فظيع والتكستشر والملمس كل حاجه فيه خطيره ومختلف تماما عن اي حاجه موجوده عندي.
اوكي كده اي ثينك هنكون جربنا كل الميك اب برودكتس اللي انا كنت عايزه اوريها لكم النهارده. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وسلاكم وفاتكم، وكالعاده لو عايزين ان انا اجرب اي نوع برودكتس تاني اكتبهولي تحت في التعليقات، ولو لقيت حاجه متكرره ان شاء الله هجيبها واجربها معاكم. تابعوني على الانستجرام يا جماعه، هناك بشارك دايما يومياتي والحاجات اللي انا بحبها واكواد خصم للمواقع وحاجات زي كده. وكمان تابعونا على القناه العائليه بتاعتنا اللي بنزل عليها فلوجز. بجد بحبكم قد العالم كله يا حلوين، واتمنى يا رب اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه. Bye!